السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. معاكم مستر محمد زعبلاوي، تيتشر الكيمستري A2، سواء كان كامبريدج او ادكسل على حسب الجروب بتاعك اللي انت فيه. هقسم الاورينتيشن السريعة دي على 3 حاجات. انا هتكلم على الاكزام، هتكلم على الكونتنت، وهتكلم على اول كورس هيكون النظام بتاعه فيه ايه. أول حاجة هتكلم على الامتحانات. خلينا نبدأ بمين؟ بـ A2 كامبريدج. أنت الحمد لله دخلت AS كيمستري و AS يعني كامبريدج، خلصت بيبر 1 كانت تشويس، بيبر 2 كان أسئلة نظري كده ثيوريتيكال، بيبر 3 اشتغلت براكتيكال بإيدك، يعني الحمد لله بقيت كيميائي صغير. بس هتكمل بقى A2، هنخش على 2 بيبرز بس. أول واحدة هي بيبر 4، وبيبر 4 هي عليها معظم الدرجات 77% من الـ A2، ولو شفنا الويت بتاعها بالنسبة لـ A level هتكون لـ A level كله AS و A2 يعني هيكون 38.5 تقريبا، ماشي؟ دي البرسنتج بتاعتنا. طيب هل الوقت بتاعها قد ايه؟ الوقت بتاعها هيكون 2 اور، والوقت ده مش كفاية يا جماعة، الوقت ده صغير شوية، لازم تكون متدرب كويس جدا على حل الباست بيبر، وتكون مخلي بالك من البوينت بتاعة التايمينج. لازم تنظم التايمينج بتاعك، والتارجت بتاعنا هنا ان شاء الله هيكون ما بين ساعة و40 دقيقة لساعة و50 دقيقة، ماشي؟ حس ان انت يكون عندك لسه تايم تراجع برضه. ده اهم جزء يكون موجود معانا مع البيبر دي. هل البيبر دي صعبة مثلا؟ لا مش صعبة، اسئلتها مكررة لو انت ذاكرت كويس وحليت معايا كلاسيفايد باست بيبر تمام والتايمينج بتاعك مظبوط، بتدخل ان شاء الله تجيب فيها درجة كويسة جدا زي السنين اللي فاتت. الحمد لله السنة اللي فاتت دي درجات جميلة يعني، ما شاء الله عقبالكوا يعني. نيجي بعد كده لبيبر 5. انا طبعا عايز اوريكم برضو الشكل علشان يبقى الموضوع واضح قدامكم. تعالوا نشوف كده كامبريدج. للاسف سجلت وكان الصوت مش موجود، نسيت اعمل ريكورد. بصوا كده هنا اكزامبل، هنا كان عندي مثلا اهو ده الامتحان ساعتين، عندك كذا سيكشن. يعني ايه كذا سيكشن؟ يعني جوه الامتحان كذا جزء. بارت 1 ده او سيكشن ايه ده؟ ده السيكشن الاولاني بتاع بيبر 4، اسئله ثيوريتيكال كلها. والجزء الاولاني ده بيكون يعني ما بين A01 و A02. ايه الـ A01 ده؟ Assessment Objective 1. احنا عندنا 3 انواع من الاسئلة: اسئلة knowledge، اسئلة analysis و application، واسئلة alternative to practical. معظم بيبر 4 بتكون مركزة جامد على ده، شوية على ده، مفيش كتير اسئلة ايه اسئلة practical، ماشي؟ ده الجزء الاولاني. طبعا هنا خلي بالي ان اول ما ادخل في سيكشن بي الاسئله شويه تيجي هنا بقى الافكار الجديده. يعني ايه؟ يعني الاسئله في سيكشن ايه مكرره اكتر، انما في سيكشن بي الاسئله بتبدا ان هي تكون فيها افكار جديده. هل الافكار الجديده دي صعبه؟ والله ابدا، برضو الكلام اللي انت هتكتبه هو مكرر، شكل السؤال متغير ولكن نفس الاجابات. الحل معاها ايه؟ ان انا اكون فاهم سيكشن بي ده بيختبر اكتر ان انت تكون فاهم التوبيك كويس، وده اهمية الجزء بتاع الشرح. ان شاء الله لما نيجي نشتغل في الكورس تكون مركز معايا كويس جدا جدا في الفهم. اي حاجة انت مش فاهمها تقول لي انا مش فاهمها علشان اعيدها لك، وعلشان تبقى تقدر تحل الاسئلة دي. انا طبعا مش قصدي اخوفك، ولكن الاسئلة دي محتاجة ان انت تكون فاهم كويس كيمستري، تمام؟ ده شكل الامتحان، أسئلة عادية جدا شبه بيبر 2 في الـ AS وشبه بيبر 4 في الـ O level، ماشي؟ نيجي بعد كده لبيبر 5. بيبر 5 دي عليها كام درجة يا ترى؟ عليها حوالي 23% من الـ A2، وعليها 11.5 مثلا
بيرسنت من الاي ليفل كله. طيب الوقت بتاعها قد ايه؟ بتكون ساعة و15 مينت، والتارجت بتاعنا ان شاء الله هو 1 اور اخرك تكون مخلص لي الامتحان في ساعة واحدة بس. اوكي. ايه بيبر 5 دي عليها كام درجة؟ نسينا نقول الدرجات. هنا في 100 ماركس وهنا 30 بس. ايه ده يعني بيبر 5 صغيرة؟ اه صغيرة، ولكن فيها كتابة كتير. علشان كده بيبر 5 دي مليانة سكيلز. يعني ايه؟ يعني طول الكورس وانا هتلاقيني عمال اقول لك لخص التوبيك، اكتب التوبيك ورايا، بعد انا هكون مديك نوتس وكلاسيفايد وريتن نوتس. ريتن نوتس زي ايه؟ عايز اوريكم كده اكزامبل، زي مثلا عايزين اخر درس اورجانيك يونت 4 مثلا زي كده. بصوا هنا انا كنت بشرح، تاخد الريتن نوتس دي خاصة الورق اللي زي كده او الاجزاء اللي زي كده اللي انا كاتب فيها، مع تاخدها مع الجزء بتاع النوتس العادية، النوتس بتاعتنا اللي انا هديها لك بي دي اف برضو، مع الكتاب، وتطلع بقى ايه، تكتب لي انت نوتس خاصة بيك كده تكون شكلها كويس. انا ليه بعمل كده؟ علشان خاطر ايدك تشتغل. مش هينفع هنا في الاي 2 تذاكر بطريقة العين كده، او ان انت تقلب في الورق، لا مش هينفع. لازم ايدك تاخد على التوبكس وتكتب كتير جدا، بحيث ان انت لما يجي لك سؤال مهم اسمه البلاننج تعرف تكتب. يقول لك احنا عندنا مشكلة مثلا ايه، هنا بقى في افكار كتير. يقول لك بلان انفستيجيشن، ان انت تحضر اورجانيك كومباوند معين من الرو ماتيريالز كذا، فكر. يقول لك ان انا عايز اعمل بيوريفيكيشن للكومباوند ده من الباي برودكت، وفكر بقى وخد ال6 درجات. فهنا في اسئله في بيبر 5، تعالوا نشوف هنا بيبر 5. يعني دي تقريبا ايه، امتحان، ده امتحان قديم قوي، الدنيا اتغيرت فيه شويه. بس لو جينا بصينا هنا هتلاقي الامتحان ده جواه أسئلة ثيوريتيكال عادية جدا، مفيش أي مشكلة، بس هتلاقي أسئلة فيها كتابة، يعني تكتب كتير بالإضافة للجراف. جراف هنا أنت بتشتغل برضو أبليكيشن، يعني مسائل أناليسيس وأبليكيشن. وبعدين في الآخر دايما بيكون في سؤال كده حلو أهو، سؤال البلاننج زي هنا، إزاي أنا من الجراف أقدر أحدد كذا الكونستراكشن مثلا، او يقول لك هنا مفيش سؤال بلاننج كبير. في اسئله لو جينا شفنا امتحان تاني هنلاقي فيه اسئله بلاننج بيكون فيها ال6 درجات و5 درجات، لازم اكون مركز فيها زي ما انا قلت لك. ده بالنسبه لامتحان بيبر 5. تعالوا نشوف هنا اهو بعد الجراف سؤال give reason برضو، لا هبقى اوريكم طبعا الاسئله اللي انا اقصدها اللي فيها بلاننج. واهم حاجه ان انا اخلص الامتحان ده في قلب ساعه واحده بس. ليه ساعه واحده؟ علشان خاطر الحق اراجع، لان الامتحان ده محتاج مراجعه، وفيها practical skills وفيها analysis، فيها اسئله خاصه بالمولز، فنركز في البيبر دي. دي بالنسبه للاسئله بتاعت او الامتحان بتاع A2 كامبريدج. تعالوا نخش بسرعة على الامتحان بتاع A2 إديكسل. امتحان A2 إديكسل بيتكون من مجموعة من يونتس، كل يونت زي يونت 4 يونت 5 يونت 6، كل يونت فيهم ليه التوبكس بتاعته. يعني ايه التوبكس بتاعته؟ يعني انا هنا مثلا لما نيجي نشوف في امتحان يونت 4، يونت 4 هتلاقيه بيسألك في ايه؟ هتلاقيه بيسألك في الريت اوف رياكشن والكاينيتكس واورجانيك كيمستري. مش كل طبعا الاورجانيك، مش هتاخد النيتروجين، نيتروجين كومباوندز في يونت 5، لكن تاخد كربوكسيليك اسيد والكربوكسيليك اسيد ديريفاتيفز وكده. ماشي. مدة الامتحان ده قد ايه؟ مدته ساعة و45 مينت. الهدف بتاعنا ان شاء الله ان احنا نخلص من 20 ل 30، يعني ساعة وتلت ساعة ونص.
والامتحان عليه 90 درجة، ماشي؟ ده بالنسبة ليونت 4. الامتحان بيتكون من سيكشنز برضو نفس القصة، ولكن هنا في يونت 4 الموضوع مختلف برضو شوية، في ان هو بادئ ب تشويس. بصوا كده، تعالى اوريكم بسرعة الاكسل A2 يونت 4 امتحان جديد. ماشي، اي حاجة. اهو امتحان زي كده، بتبدأ اول حاجة بالتشويس، خلص التشويس عليه 20 درجة اهو هنا، اهو عليه 20 درجة سيكشن اي. وبعد كده بتدخل في سيكشن بي، اسئلة برضو استراكشرد، والاسئلة عادية جدا ما فيهاش اي مشكلة، وبتتكرر وسهلة، والله سهلة ما فيهاش اي مشكلة، ماشي؟ والاسئلة مكررة زي كل سنة، هنا مفيش ابداع في يونت 4. يونت 4 سهلة يا جماعة، شبه شوية يونت 1. نخلي بالنا في اي اس، الناس خدت اي اس ادكسل، كان التوبيك برضو متقسم، او التوبكس متقسمة، يونت 1 ليها مجموعة من التوبكس، يونت 2 زي كده بالظبط، يونت 4 برضو مجموعة من التوبكس، والموضوع فيها بسيط خالص، تمام؟ الأسئلة الجديدة أو الأفكار الجديدة موجودة في سيكشن سي. سيكشن سي ده هو اللي بيكون فيه شوية أسئلة ممكن يبقى ليها أفكار جديدة، ولكن مكررة، ولكن إيه؟ مكررة. الإجابات مكررة، الأفكار جديدة. فهمنا؟ يعني الكلام اللي أنت هتكتبه في السؤال اللي فكرته جديدة أنت واخده قبل كده وكاتبه قبل كده. هو ده اللي أنا أقصده. نفس القصة في يونت، نفس القصة بالظبط، مش لازم اوريكم الامتحان، شبهه بالظبط في يونت 5. وهنا انت هتمتحن على ترانزيشن ميتال، هتمتحن على اورجانيك كيمستري، وهتمتحن يعني شوية الاورجانيك هنا بقى شوية كبير، هنتكلم على النيتروجين كومباوندز و التوبكس بتاعت يونت 5. عليه كام درجة؟ عليه 90 درجة برضو. مدة الامتحان زي اللي فوق، هو نسخة منه ولكن لتوبكس تانية، 45 minute. وسيكشن سي هنا يا جماعة في يونت 5 صعب، مش صعب، في شوية بيجيب أفكار شكلها تخض، بيلعب على الحتة السيكولوجيكال شوية، أو إن هو يخضك بشكل امتحان كبير طويل عريض علشان خاطر يخضك. لا، الموضوع بسيط، تيجي بعد ما يخلص تلاقي كلام كتير جدا وكتابة كتير جدا، كلام كلام كلام، والصفحة اللي بعدها هي اللي فيها اي بقى يبتدي يسأل. طب انا اقرا ده ولا ما اقراهوش؟ لا، لازم تقراه ولازم تركز في الحل بتاعه. ولو جيت تشوف الاسئلة اللي هنا هتلاقي الاسئلة بسيطة ومش صعبة خالص. ده امتحان يونت 5. تعالوا نشوف امتحان يونت 6. انت امتحنت يونت 3 زيه بالظبط الامتحان بتاع يونت 6، ولكن في يونت 6 هنا بيبتدي صعب الموضوع شوية، مش زي امتحان يونت 3، شبهه ولكن مش زيه. مدة الامتحان ده ساعة وتلت، التارجت بتاعنا ان شاء الله ساعة او ساعة وعشر دقايق. تايمينج مهم جدا يا جماعة في امتحانات الـ A2 سواء كامبريدج او ادكسل، على قد ما تقدر تركز في نقطة التايمينج، علشان كده احنا لازم نحل بوست بيبر كتير. وانت بتبعت لي الهوم ورك تقول لي والله زي ما هتتعودوا ان شاء الله، او زي ما زمايلكم اصحابكم عارفين، بتكتب على البيبر خد منك تايم قد ايه علشان نوصل للتارجت بتاعنا. يونت 6، تعالوا كده نبص بص على يونت 6، اوريكم ان في تيست امتحان بيبقى بسيط برضو، بيكون في الاول كده في تيست فور ايونز، وبعد كده جزء مهم قوي ان هو يسألك انا بعمل اكستراكشن لاورجانيك كومباوند معين، ها اكمل اعمل ايه، ازاي اوش، ازاي اعمل مثلا اديشن وديستريشن، لو عايز احضر الدهايد بس ازاي اعمله بيوريفيكيشن. يعني هناخد الافكار دي كلها ان شاء الله. بصوا كده هنا مثلا كومباوند زي ام، اهو انا عايز كيميكال تيست علشان اثبت ان ده مثلا كبر 1 كربونيت، عشان اثبت
ان الكربونيت موجوده، ان الهيدروكسيد موجود، تيست فور ايونز، في شويه اسئله جيف ريزون، او يجي يقول لك مثلا الرياكشن بتوين السلفوريك اسيد والمالاكايت. المالاكايت ده الاورل بتاع الكبر اهو، ده اسمه مالاكايت، لونه حلو قوي، اعمل كده سيرش على جوجل. لو جيت تبص هنا مثلا اشتغل اهو اورجانيك سينثيسز، عايز يطلع هنا سوليد اكس وسوليد واي. سوليد انا دلوقتي عايز اعمل له دراينج، اعمل له دراينج بايه؟ كلها اسئله بتكون انت عارفها وسهله ومباشره. الجزء بتاع الاورجانيك هنا جايب لي الدهايد وكيتون، وعايز افرق ما بينهم، ازاي افرق ما بينهم؟ التيست بتاع الدي ان بي اتش اللي بيتست الكربونايل كلهم بوزيتيف علشان كلهم فيهم كربونايل، هيدينا لون ايه الاوبسرفيشن بتاعتك. وهنا هو قاسي شويه في التصحيح، يعني ما ينفعش ان انت تقوم قايل جرين، جرين ايه؟ جرين جاز ولا جرين بيرسبتيشن ولا جرين كلر؟ ولا لازم تديسكرايب، لازم الحاجه بتاعتك تبقى موصوفه كويس. ماشي، ده امتحان يونت 6 ودي الجزء بتاع الامتحان. في الكونتنت بتاعنا لو جيتوا بصيتوا هنا، عايز اوريكم حاجه، ده كان امتحان بيبر اهو، A2 كامبريدج. تعالوا نشوف A2 ادكسل. ادي يا جماعه التقسيمه بتاعه الامتحان، انا لسه قايلها تقريبا، هي لو جينا بصينا هنا الكورس بتاع اولي في الكامبريدج، انا هنا قادر ان انا اقسم التوبكس، يعني ايه؟ بقول المحاضرة الأولى هدي فيها كذا، المحاضرة التانية هدي فيها كذا، الهوم ورك بتاع الأولاني، وبعد كده أكمل على التاني. عامل سيستم وقادر إن أنا أقسم الإيه الكورس. في A2 بصوا بقى هنا، في A2 تعالوا نشوف، بالنسبة لل A2 يا شباب بصوا كده هنا كامبريدج، لحظة واحدة، أهو بصوا هنا في التوبكس، هتلاقوني هنا كاتب التوبك اللي بيحصل ايه في A2 او الكونتنت بتاعنا ايه. فخلينا نبدأ اول حاجة ب A2 كامبريدج. كامبريدج اهو بفكر اخلي ده كده عشان الدنيا تبقى شكلها ألطف. انا طبعا الشغل بتاعي كله بحاول انظمه على الابليكيشن ده علشان خاطر يبقى اسهل عليكم واقدر اتابعكم منه كويس. ماشي، الهوم ورك او كده، يعني مثلا ان شاء الله خلصنا مثلا اللاتس، خلصنا شابتر 21، اشوف محمد، بفرض ان انا عندي محمد هنا، او مقايل ايه ده، هو حضر معايا وفهمه كويس وتمام وتاكدت ان هو عمل النوتس، خلاص يبقى ضمن عمل الهوم ورك تمام وكلاسيفايد اوكي، يبقى عمل الهوم ورك، يبقى هو كده تمام في الشابتر ده. هنا انا مقسمه شباتر مش مقسمه محاضرات، بسبب ايه؟ انا عندي الجروبس فيها فرايتي من العقول، يعني هديكم مثال، يعني انا مثلا لاتس انرجي ماكسيمم اشرحها في محاضرتين ونص، ويعني تالت محاضرة دي بيكون فيها بقفل الشابتر وبحل فيه. في ناس بخلص معاهم اللاتس انرجي كله في شابتر واحد، فهنا ما ينفعش ان انا اقسمه محاضرات. الناس اللي بقسمها اللي بخلصها كلها في شابتر واحد بيكونوا شطار كفاية، او ان هم بيكونوا مجتهدين كفاية ان الشابتر يخلص معاهم في محاضرة واحدة، فده على حسب كل جروب، بيختلف من جروب للتاني. عندي حاجة اسمها لاتس انرجي، طبعا انتوا عارفين الكيمستري بتتقسم لبرانشز كتير جدا، فيها الفيزيكال اللي فيها فيزيكال اورجانيك ان اورجانيك اناليتيكال كيمستري، وجوه الاناليتيك جوه كل فرع يا جماعه تقسيمات كتير. يعني جوه الاناليتيكال كيمستري عندي انسترومنتال اناليسيز اللي هو تحليل باستخدام اجهزه وكده.
فعندي اللاتس انرجي ده فيزيكال، الالكتروفيزيكال، وهكذا. يعني كل توبيك ممكن يكون بينتمي لبرانش في الكيمستري، بس اصعب كيمستري هي الفيزيكال، هي اللي جايبها لك بقى في A2. معظم الA2 تلاقيه فيزيكال وأورجانيك، زي الشابترز اللي عندنا دي. عندي اللاتس انرجي يعني مش صعب، وفي زيه بالظبط موجود عندنا في ادكسل. بعد كده الالكتروكيمستري، والالكترو هنا بقى هنفهم كويس يعني ايه انود، الانود ده بيحصل فيه ايه، والكاثود، والبوتنشالز اللي بتحصل، ليه البطاريه دي بتطلع 3، ليه دي بتطلع 5. طب لو عندي تو كيميكال رياكشنز، يا ترى الاوفرول فولتج اللي ممكن تطلع منها او البوتنشال ده قد ايه. في عندي بعد كده ايكوليبريم ورياكشن كاينيتكس. الجزء ده انا شرحته، انا يعني انا ان شاء الله في الاورينتيشن دي هنزل معاها شرح لإيكوليبريم عشان تعرفوا الموضوع ماشي ازاي. نيجي ندخل بعد كده من عند الجيبس فري انرجي والترانزيشن ميتال. هنا داخلين بقى هنا ايه على الجزء ده، هو يونت 5 في ادكسل، فالجزء ده يبدأ يبقى اصعب. الجزء بتاع ترانزيشن ميتال ده فيه جزء كبير جدا حفظ، لازم تبقى انت حافظه كويس، الجزء بتاع الالوان. من شابتر 25 لحد شابتر 30 كل الريست الباقي ده كله اورجانيك. فزي ما انت شايف كده الA2 فيزيكال واورجانيك، فالجزء الفيزيكال محتاج حفظ فهم كويس قوي، وجزء الاورجانيك محتاج حفظ برضو كتير. في اخر السنه في محاضرات فيها الاورجانيك رياكشنز كلها، انا منزل محاضره على النت كده النوتس بتاعتها تقريبا، هتلاقيني لامم لك محاضرة شارح فيها كل الأسئلة بتاعة الترانزيشن، هتلاقي محاضرة فيها كل الرياكشنز بتاعة الأورجانيك. هحاول إن شاء الله في آخر السنة بعد ما بنخلص الكورس يبقى في محاضرات كده مميزة ليها طابع الريفيجن تلم لك الكورس كله. أوكي، بس لازم علشان نوصل للليكتشرز دي نكون خلصنا الكورس، ونكون خلصنا الباست بيبر الكلاسيفايد سوري قبل. يعني اول حاجة عشان تبقوا عارفين الكورس بتاعنا هيكون ايه، هكون خلصت ده بالنسبة لكامبريدج. اوكي، عشان كامبريدج غير ادكسل، البلان بتاعتنا هنا خلصنا الليكتشرز كلها بالشابترايزد او الكلاسيفايد، بعد كده محاضرات الريفيجن، ودي حلوة قوي وبصراحة ببعتها ريكوردد لادكسل علشان لما الموضوع جامد. كل الرياكشنز بتاعت الاورجانيك، كل الأسئلة اللينكد بسميها كده اللي هي يكون عامل فيها ميكس ما بين تو شابترز، سؤال فيه من الشابتر ده ومن الشابتر ده ازاي بيربطهم ببعض. وتالت حاجة الباست بيبر ان شاء الله لحد بقى آخر السنة. أول حاجة مش بنهتم بالتايم، بعد كده بنهتم بالتايم. أول حاجة مش بنهتم بالتايم علشان احنا بنحل على كل التوبكس في نفس الوقت. هنا في موك كبير، وهنا في موك كبير برضو، وهنا ما بين الفيزيكال كله عليه موك والأورجانيك كله عليه موك. ماشي، بعد ما خلصنا الباست بيبر ان شاء الله بنكون جاهزين، وبتكون انتوا نفسكم بتكونوا مستريحين حاسين ان احنا الحمد لله جاهزين للامتحان. طيب بالنسبة للكورس اوتلاين، تعالوا نقفل ده، نفتح بقى A2 ده. عندي يونت 4 شايفين، يونت 4 شوية بعرف أقسمه. ليه؟ لأن في يونت 4 الكونتنت بسيط جدا جدا جدا. يعني ايه بسيط؟ أخف من كامبريدج، أخف من كامبريدج، ومع ذلك أنا مش أنا هنا مقسمه أهو، أنا هنا بحاول أقسم التوبيك، ولكن ومع ذلك أنا مش بعتد بالتقسيمة دي برضو. ليه؟ أنا هنا عامل أول محاضرة كاينيتكس، هكون خلصت تلات أرباعها، هيتبقى جزء بسيط اللي أنا همشي فيه مع النوتس وأحل فيه أسئلة اللي هو ليكتشر 2 غالبا. يعني مثلا الناس اللي داخلين اللي امتحاناتهم قربت دول، أنا خلصتها مثلا في ثلاث محاضرات، ما كانوش فاهمين المسائل، كانت صعبة معاهم شوية. فهنا برضو التقسيمة دي لسه
مش احدث حاجة، هنمشي برضو براحتنا، بس على الاقل ما نقدر يعني على قد ما نقدر نحاول ان احنا ننجز عند تايم لاين معين. يعني انا مثلا عامل حسابي ان يونت 4 دي قبل شهر 12 تكون، قبل بداية 12 تكون خلصانة، يونت 5 على شهر 2 تكون خلصانة، بحيث ان احنا الباقي كله. طبعا يونت 6 يا جماعة براكتيكال، يعني احنا مجرد ما خلصنا يونت 5 احنا خلصنا الكورس. طب ويونت 6 زيادة عن الكورس 4 محاضرات بس، يعني ايه؟ يعني شايفين توبيك 15 كاربونايلز مثلا، احنا لسه حالين من شوية ساعة ما بقول لكم الدي ان بي اتش، ده سؤال في يونت 6 جاي لي جوه يونت 4، جوه اليونتس فيها الأسئلة البراكتيكال. فمن مجرد ما تخلص انت اليونتس الثيوريتيكال يونت 4 ويونت 5، انت خلصت الكونتنت اللي موجود عندك في يونت 6. في هنا 4 محاضرات بتوع ايه؟ بتوع يونت 6. هنا بقى كل الجيف ريزونز اللي موجودة جوه يونت 6، كل التست فور كاتايون وانايون، كل التست بتاع الاورجانيك اللي هو الجزء بتاع الكربونايلز والالدهايد والكيتون والكربوكسيليك اسيد والامينز وكده، ونحل الامتحانات. ماشي، ونحل الامتحانات، هو ده اللي احنا بنعمله مع بيبر مع يونت 6، وبيبقى دي ابسط بيبر الحمد لله. زي ما انتم شايفين هنا يونت 4 خلصنا الفيزيكال كاينيتكس والاكوليبريم، واورجانيك كيمستري هنا هيكون كربونايل وكربوكسيليك اسيد، وجزء جديد في الاورجانيك اسمه الكايراليتي اللي هو ستيريو ايزوميريزم. ماشي، اول ما بخلص يونت 4، بصوا بقى هنا الاختلاف، انا هنا ما بخلصش التوبكس كلها، لا هنا اول ما اخلص يونت 4 ببدا احل امتحانات يونت 4، ودي ميزه ايه؟ ادكسل، دي الميزه بتاعت ادكسل. نبدا واحنا شغالين في يونت 5 عمالين نحل في الامتحانات بتاعت هنحط لها يوم في الاسبوع اللي هو امتحانات يونت 4، امتحان كده كل اسبوع نتسلى لحد ما نخلص يونت 5 ونبدا نحل الامتحانات دي سوا. الوقت اللي احنا كنا بنشرح فيه هيبقى وقت امتحانات، والحصه الزياده اللي هي هتكون موجوده بتكون بنخلص فيها يونت 6. دي البلان بتاعت ادكسل ان شاء الله. ماشي، في موك طبعا كبير بعد يونت 4، وفي موك بعد يونت 5، وبعدين في موك في نص الامتحانات وموك في اخر الامتحانات. انا بسجل لكم المحاضرة دي معلش في اخر اليوم فانا تعبت، ولكن خلينا نقول هيدلاينز كده عن الكورس بتاعنا. الكورس بتاع الـ A2 رغم ان انت واخده علشان خاطر تدخل جامعة محددة، ولكن انا بستفيد فيه. يعني سواء في مثلا تعرف حد اخد معايا A2 وسألته، لا انا بخرج بره الكورس، انت جاي هنا ده الجزء اللي هو عايزك تذاكره، ولكن هو مش مديك معلومات حوالين البوينت دي. انا بديها لك علشان هدفين، ان انت هتاخد كيمستري في الكلية فما تحتاجش فيها مساعدة، تبقى فاهمها كويس. والهدف التاني ان لما يجي لك سؤال صعب او يجي لك اي لف ودوران في الامتحان، انت تكون بالنسبة لك الموضوع بسيط ان شاء الله باذن الله. يعني فدي نقطة مهمة اللي هو جزء الشرح، انا بستفيد في الشرح، فلازم تكون حابب الكيمستري. لو انت جاي علشان خاطر ان انا اديك المعلومة بالظبط اللي في الكتاب، لا انا مش بعمل كده. انا بحاول اثقفك عن الكيمستري عموما في كل توبكس انت بتاخده، بحيث وكمان بحيث ان الجزء ده، لان الكورس ده كورس جامعة هتاخد زيه بالظبط اول ما تدخل الجامعة، فتلاقي كل معظم اللي انت هتاخده في الجامعة تكون اخدته معايا ان شاء الله. البوينت التانية، البوينت بتاعت الداتا، انا هديك الداتا ايه؟ هديك ان شاء الله نوتس وكلاسيفايد، ومعاها كمان الريتن نوتس. انا بكتب كتير يا جماعة. يعني ايه بكتب كتير؟ يعني بصوا مثلا من شهر 5، من 18/5 يعني ساعة ما فضيت التابلت ده، بصوا كام محاضرة او كام نوتس، 207 محاضرة.
كتير جدا جدا يعني. اهو بصوا، شرح شرح شرح، فانا بكتب كتير وده انا ببعته لك. انت هتعمل لي بقى احلى ميكس ما بين الريتن نوتس وما بين النوتس اللي انا هديها لك، اللي هي النوتس اللي انا عاملها على اللابتوب، وما بين الكتاب، سواء الكتاب بتاع كامبريدج او الكتاب الجديد بتاع ادكسل. ماشي؟ ليه هنا لازم تكتب؟ ليه لازم تكتب؟ كل الناس طالعه مذاكره بالعين كده، محدش فيهم بيحب يكتب. لازم تكتب علشان خاطر يونت 5، عشان خاطر بيبر 5 في كامبريدج، عشان خاطر الاسئله الثيوريتيكال والجيف ريزونز بتاعت ادكسل. لازم تتعود على الكتابه، وزي ما هنشوف في ستايل خاص بالكتابه لإدكسل، رغم ان هو اسهل، رغم ان هو اخف في كل توبيك، ولكن دي ستايل في الكتابة. دي نقطة. النقطة اللي بعدها خاصة بالريكوردد كلاسز، او المحاضرة بعد ما احنا ما بنخلصها. انا بصراحة انا ما كنتش ببعت ريكوردات علشان خاطر تفضل مركز معايا. ده هيديبند على الجروب. والله الجروب مركز معايا طول المحاضرة هبعت له الريكورد عادي جدا، انما جروب كان بيبدأ يسرح وما بيردش بسرعة وما بيكونش مركز معايا، لا ده انا مش هبعت، علشان تضطر انك تركز معايا جوه الكورس. فحاول ان انت تبقى مركز معايا علشان اقدر اساعدك على قد ما اقدر. عامل انا اكونتات وفيديوز جوه اللاب علشان براكتيكال. هتلاقي كل حاجة دايما، يعني مثلا هنا ايه كان هنا على التابلت، بس مش دلوقتي، جوه الكورس ان شاء الله بوريكم. كنت عامل حاجات تايتريشن، اسيد بيس تايتريشن، وازاي بعمل التايتريشن، ازاي اعمل بيوريفيكيشن، الووتر اوف هاي كريستاليزيشن، ازاي انا بحسب الووتر ده، او ازاي ان انا بجيت الووتر اوف كريستاليزيشن. كل التجارب هكون انا عاملها براكتيكال بنفسي في اللاب، وبعرضها لك علشان تبقى فاهم الكيمستري كمان بعينك مش شايفها بس. من الماتيريالز كمان معانا فيديوهات على اليوتيوب، وممكن اوريكم برضو حاجات ريسيرش على النت، بحيث ان انت تبقى مثقف بجد ان شاء الله. ده بخصوص الكورس. في ايه تاني كنت عايز اقوله؟ لو انت اخر حاجة بقى، لو انت داخل حاجة فيها كيمستري قوي، انا هنا مش بقول مين ياخد كامبريدج وادكسل، لان انت خلاص واخد اي اس كامبريدج فهتكمل كامبريدج، لو واخد حاجه ادكسل فهتكمل ادكسل. بس انت لو داخل حاجه فيها كيمستري، يا ريت تقول لي علشان احطك في جروب خاص بكامبريدج، بالكامبريدج، الناس اللي بتوع الفهم التقال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي داخل كليه مثلا صيدله، قول لي انا داخل صيدله، حطني مع جروب يكون في ناس داخلين صيدلة. ايه لازمة الموضوع ده؟ انا مثلا كان، يعني مثلا السنة اللي فاتت كان عندي جروب صيدلة كله على بعضه، لا خلاص بقى، يعني انا يعني ظبطتهم كيمستري جدا، وانا شغال عمال اشرح، عمال اظبط لهم الدنيا انترودكشن كده للكلية بتاعته، واقول له ده انت هتاخد في سنة اولى كذا وكذا وكذا وكذا، اشرح له مثلا في الكايراليتي وكده، ابتدي اتعمق سنه صغيره، بحيث ان هو منها يبقى فاهم اكتر معايا، ومنها لما يدخل الجامعه يبقى تمام. طب داخل الكيمستري تحصيل حصل، انا عايز الدرجه وبس، هثقفك برضو كل حاجه، ولكن الوقت التاني ده هيكون اولى ان انا مثلا اركز معاك اكتر، تاخد حل زياده او كده. ماشي؟ فقول لي انت داخل كليه ايه علشان احطك في المكان الانسب. خلاص، ده هيكون بوينت مهمة. أعتقد كده أنا قلت معظم الحاجات اللي أنا محتاج أقولها. لو عندكم أي أسئلة زيادة أو أي حاجة، قولولي إن شاء الله، أو ابعتولي وأنا هجاوبكم على طول. في جزء شرح أنا سجلته خلاص بالمونتاج، الاتنين هيجمعوا مع بعض وهينزل لكم على الجروبات ومن السايتس ومن وإن شاء الله على اليوتيوب، يعني في كل مكان إن شاء الله. ربنا يوفقكم وتقضوا كورس كويس، ونكون ونتعلم سوا كيمستري بشكل مختلف بأمر الله. النهارده هشرح لكم جزء في الـ A2 كيمستري. الجزء اللي انا هشرحه حاولت ان انا اخليه مشترك ما بين كامبريدج، اوكسفورد، و
الاكسل علشان يبقى مفيد لأي حد يسمعه. تمام، تعالوا نكتب هنا العنوان acid base equilibrium. اول جزء قبل ما ندخل على الاسيد بيز ايكوليبريم، طبعا ده حاجه جوه الاي 2 كيمستري قوي، لازم ناخد انترودكشن بسيط كده يعرفنا يعني ايه ايكوليبريم اصلا. ماشي، الانترودكشن البسيط ده قبليها انا لازم اعرف الفرق ما بين تو تايبس من الرياكشن. اول تايب هنا اسمه irreversible reaction، والتايب التاني اسمه reversible reaction. ماشي، احنا هنا بنتكلم على reactions. اوكي، ال irreversible reaction ده reaction بيمشي في direction واحد بس، زي ايه؟ زي لما تجيب ورقة وتحرقها في الاكسجين، حرقت ورقة في الهواء في الشارع هيديك كربون دايوكسيد و H2O، ده ماشي في دايركشن واحد بس. يعني ايه دايركشن واحد؟ يعني لو جبت الكربون دايوكسيد وجبت الووتر واديتهم لك وقلت لك رجعهم لي تاني ورقه قبل ما تتحرق، هتعرف؟ مستحيل. طالما مستحيل فاحنا بنقول عليه كده ان هو بيمشي في وان دايركشن اونلي. اوكي، في الرياكشن الريفرسابل لا، العكس بيحصل، ان الرياكتنت في اللحظه اللي بيدي فيها برودكت، البرودكت بيرياكت تو فورم رياكتنت اجين. ازاي ده؟ تعالوا ناخد اكزامبل، زي لما يكون عندي الالكول يرياكت مع الكربوكسيليك اسيد تو فورم الاستر بلس الووتر. في اللحظة اللي الالكول بيرياكت مع الاسيد تو فورم استر ووتر، الاستر والووتر اللي موجود في البرودكت ده بيرجع تاني يرياكت ويرجع تاني ايه باكورد يفورم اسيد والكول. علشان كده نكتب one direction ولا two direction؟ بيكون في two directions لحد ما يوصل لحالة اسمها الإكوليبريم، وكلكم عارفينها من إيه إس. إيه حالة الإكوليبريم أو الديناميك إكوليبريم؟ الحالة دي بيكون الريت أوف فورورد رياكشن، أنتوا عارفين بقى، يعني المفروض تكونوا بتجاوبوا دلوقتي طالما واخدين إيه إس، لما الريت أوف فورورد رياكشن يكوال الريت أوف باكورد رياكشن and both concentrations of reactant and the product are constant. يبقى هنا ال concentration of reactant and the product are constant. اوكي، الكلام ده قديم، خلينا ناخد الكلام الجديد. لما يكون عندي دلوقتي، انا كان عندي كذا احتمال بقى من الريفرسابل رياكشن، هل كل الرياكتنت بيتحول؟ في عندي رياكشنز مش كل الرياكتنت بيتحول لبرودكت، يا دوبك بيدي جزء صغير منه للبرودكت، ويفضل دي حالة الديناميك ايكوليبريم. اكزامبل مثلا، زي لو جبت النيتروجن ترياكت مع الهيدروجين 3 هيدروجين تو فورم امونيا، يا ترى النسب هتكون قد ايه؟ هنلاقي النسب هنا في الحالة العادية خالص ممكن توصل مثلا 10% امونيا بس. يعني انت عندك سيستم او عندك خزان او بالونة يا دوبك كمية الامونيا اللي جوه 10%، يبقى هل كل الرياكتنت او جزء كبير منه تحول لبرودكت؟ لا، ما حصلش. في حاجات تانية، تعالى نمسح ده، في حاجات تانية بيكون الريشيو ما بين الرياكتنت والبرودكت convenient، يعني مناسب كده، كمية الرياكتنت قريبة شوية من كمية البرودكت. وفي حاجات تانية الرياكتنت هو اللي بيكون، او رياكشنز تانية بتكون فيها الرياكتنت قليل خالص ومعظم الرياكتنت تتحول لبرودكت، كمية البرودكت هي اللي ضخمة. هل كلهم ريفرسابل رياكشن؟ بس هل كلهم نفس الحالة؟ لا. فعلشان كده احنا كنا عايزين نميز ما بينهم. طب ازاي نميز ما بينهم؟ عن طريق حاجة اسمها الكي سي. اسمها ايه؟ الكي سي. لحظة، علشان كده بنقدمها كده للجمهور، كي سي. بصوا ايه كي سي دي؟ equilibrium constant. بتيكوال ايه الكي سي دي؟ بتيكوال الكونسنتريشن بتاع البرودكت اوفر الكونسنتريشن اوف رياكتنت. تفتكروا الكي سي في الحاله الاولانيه دي هتكون عاليه ولا واطيه؟ الكي سي في الحاله الاولانيه دي هيكون عندي كميه البرودكت صغيره وكميه الرياكتنت ضخمه، فاكيد اكيد الكي سي دي less than 1.
يعني اكزامبل تلاقي مثلا 1.5 تايم 10 باور نيجاتيف 5 مثلا، ده رقم صغير خالص. ده معناه هل هنا الرياكتنت بيحب يتحول لبرودكت؟ لا. اللي عرفك ان الكي سي ليس ذان 1، this mean that the ratio between the reactant and the product هتكون مايلة لصف مين؟ لصف الرياكتنت. معظم الرياكشن ميكسشر معظمه رياكتنت. اوكي، الكيس نمبر 2 او الكيس التانية دي، وفيها بيكون الرياكتنت شوية قريب من البرودكت، يعني الكي سي هنا بتيكوال قريبة من ال 1. تعالوا نكتب كده هنا ايه، close to 1، يعني ال KC equal ادي البرودكت وادي الرياكتنت اهو قريبين من بعض شوية. طيب في الحالة التالتة انتوا قولوا لي بقى، لو انا عندي ال KC هنا بتيكوال برودكت كبير قوي والرياكتنت صغير خالص، يبقى هنا less than 1 ولا more than 1؟ اكيد less than 1 ولا اكتر من 1 يا جماعة، هتلخبطوني. هيكون ده معناه ان ال KC greater than 1، معظم الرياكتنت هيتحول لبرودكت. الرياكشن هنا بيحب ان هو يتحرك ناحية البرودكت، most of reactant converted into product، وفضل على كده في حالة الإيكوليبريم. كلنا عارفين يعني ايه إيكوليبريم من AS، انا بكمل علشان كده. طيب بعد ما عرفنا ال 3 cases بتاعت ال KC، عرفنا ان انا عندي انواع مختلفة من ال KC. عندي ال equilibrium constant of acid, water, ال base, ال solubility. هنشوف ده دلوقتي في الورقة الجاية. الورقة الجاية مهمة قوي، هي دي اهم ورقة تفهمك الفرق او تحسسك بمعنى ال KC علشان لما تيجي تحل الأسئلة. عندي حاجة اسمها الكترولايت. ايه الالكترولايت ده يا جماعة؟ الالكترولايت ده هو السوليوشن اللي فيه ايونز. ايونز كتير ولا قليل؟ هنشوف دلوقتي. الالكترولايت ده بيتقسم لجزئين، ممكن يكون عندي سترونج الكترولايت وعندي ويك الكترولايت. الالكترولايت ده هو عبارة عن ايه؟ اي ميكسشر يكون فيه ايونز بتتحرك. هنشوف الفروقات دلوقتي. السترونج الكترولايت ده زي لما تيجي تحط اسيد او بيز، تيجي تنزله في ميه تلاقيه بيتحول تماما انتو ايونز. خلاص كان عندي اسيد او كان عندي بيز وتوتالي ديسوسييتد ان ووتر، توتالي ايونايزد ان ووتر، جاي تحط الاسيد لقيته اتفك خالص انتو ايونز، فبنقول عليه سترونج الكترولايت. فبصوا كده هيتحول لايه، هيتحول لبوزيتيف ونيجاتيف ايونز. طب هو راح فين؟ هو خلاص ما بقاش موجود. كان عندك 100 HCl، خلاص ما عادش عندي 100، ده بقى عندي 100 هيدروجين ايون و100 Cl ايون totally ionized. طيب هنقول له ايه اللي يجي لك give reason، يقول لك هو ده كان ليه strong electrolyte، قول له because it's completely ionized. الناحية التانية لما يكون عندي حاجة زي أسيد أو بيز أو سولت، وتيجي تحطه في المية تلاقي جزء صغير جدا 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 منه اتحول لأيون، وهو نزل زي ما هو. ازاي يعني؟ اهو الجزء الصغير ده اللي اتحول لأيونز اهي، ومعظم الحاجة اللي انا حطيتها نزلت زي ما هي، ما اتغيرتش، موليكيولز عادية ما اتغيرتش، جزء صغير منها بس هو اللي ايونايزد. ساعتها بنقول عليها ايه؟ بنقول عليه بارشلي ايونايزد. عايزين مكان لكلمة بارشلي؟ لحظة عشان بحب ال يعني بحب اغير يعني اخلي الشكل سيميتريكال شوية. بصوا كده بارشلي ايونايزد،
طيب examples طبعا هنا عايزين كذا example على الموضوع، زي لما يكون عندك acid، لو الاسيد دلوقتي completely ionized انا بسميه strong acid، بسميه ايه؟ strong acid. ولو الاسيد اللي عندك ده كان partially ionized انا بقول عليه weak. طالما هو weak هنا بقى هل كله بيتحول لايون؟ لا، فساعتها بنخترع له ال Ka. فاكرين ال Ka اللي احنا لسه بنتكلم عليها؟ اهي Ka. ايه ال Ka دي؟ ال Ka ده ال equilibrium constant بتاعة ال acid، هنا ده الجزء بتاع ال Ka، وفيها ال acid ده السهم رايح جاي بيتحول ل H plus plus ال A negative، وال Ka هنا هو ال concentration بتاع الهيدروجين ايون وال concentration بتاع ال A negative بقية ال acid over ال concentration بتاع ال acid نفسه. الناحية التانية ال strong acid هل ليه كي ايه؟ لا، ده بيمشي في one direction only like ايه؟ زي ال HCl. ال HCl لما تيجي تحطه هتلاقيه كله تحول ل H plus و Cl negative. هل ليه equilibrium زي كده؟ لا. طب ده ليه equilibrium؟ اه، اتحول لبرودكت اهو بعد ما كان reactant. انما هنا انا هنا عندي زيرو خلاص، ما عادش عندي HCl، كان فيه وخلص، كان عندي 100 جزء خلاص اتحولوا هنا لكونسنتريشن من الهيدروجين ايون وسي. هل ينفع اجيب كي ايه هنا؟ تعال نشوف، هتلاقي البرودكت اهو على زيرو، في حاجة على زيرو يا جماعة undefined صح؟ هتكون undefined، مفيش معنى هنا للكي ايه، الحاجة completely ionized. حاجة كمان تعالوا كده نشوف هنا البيز، البيز هنا لو هو totally dissolved هنسميه alkaline solution او هنسميه alkali او الالكلي ميتال، مش سوري مش الالكلي ميتال، الكالين سوليوشن ده يعني سترونج بيز، والسترونج بيز هنا بيكون كومبليتلي ايونايزد ان ووتر. زي مين؟ زي الكي او اتش او الان اي او اتش، ده سترونج الكترولايت. لو انا هو لو هو اتفك هتلاقيه اتفك للهيدروكسيد ايون والميتال ايون صح؟ احنا خلينا ده ليه احمر مش عارف اهو كولر. شغال. طب هنا الناحية التانية في البيز هيكون ويك، احنا محتاجين ويك يعني ايه يا جماعة؟ هل كله بيديسوسييت زي ما اتفقنا؟ بصوا كده الرسمة اللي فوق، هل كله بيديسوسييت؟ لا، مش كله بيديسوسييت، جزء صغير منه هو اللي بيحصل له ديسوسييشن، هيفضل زي ما هو وجزء صغير هو اللي هيحصل له ايونيزيشن صح؟ فعلشان كده هنخترع له equilibrium constant هنسميها ال Kb او ال equilibrium constant for base، وده هي equal ال. هنا بقى ازاي هيحصل الكلام ده؟ طبعا هنا لازم نعرف ان البيز هو هل بيطلع هيدروكسيد ايون ولا بروتون اكسبتور، بيكون فيها البي بيرياكت مع الهيدروجين ايون علشان يديني بي اتش بلس. الكلام ده عارفينه من اي اس، ان البيز هو عباره عن بروتون اكسبتور بيجين الهيدروجين ايون من البروتون، هنا الهيدروجين ايون ده هو البروتون ويديني البي اتش بلس على الرياكتنت اللي موجود عندي، وده اسمه الكي بي. هنا ال كي اي اللي بعده، تعالوا نخش شوية في الحسابات، نتكلم على مين مثلا؟ على السولت كمان الأول، السولت وبعد كده نخش على الووتر وحساباته. نيجي نخش على السولت، السولت أنا عندي منه ال completely ionized ال completely dissociated into ions، وده اللي احنا بنسميه السوليبل سولت. هنا الـ insoluble salt، بس كلمة insoluble دي طبعا مش accurate، أنا الحاجة عندي دايما في range، يعني جزء منها صغير، لو جزء صغير منها بس dissociated بنسميه springly soluble salt، أو كنا زمان نسميه insoluble صح؟ كلمة insoluble هنا مش accurate.
يعني لو انا عندي ال AGCL ده احنا كنا عارفين ان هو insoluble، ولكن في جزء صغير جدا منه بيتحول لأيونز AG بلس و CL نيجاتيف. طيب هنخترع له ايه ده؟ هنسميه KSP. ال KSP دي اللي بتيكوال الأيونز اللي موجودة عندنا اوفر الكونسنتريشن بتاع ده، بس ده سوليد فما بيتكتبش، فعلشان كده ال KSP هتكون هي عبارة عن البرودكت بتاع الأيونز اللي موجودة عندي. المفاجأة بقى يا جماعة إن المية مش بتأيونايز، المية تعتبر مش بتأيونايز انتو أيونز، يعني مش بتتفك الأيونز. يعني لو جبت بيور ووتر 100% هل فيها أيونز تكوندكت الإلكتريستي؟ لأ. يعني لو حطيت ايدك في ميه بيور 100% كده وكلها عباره عن H2O particles او سوري molecules من الكومباوند اللي هو ال H2O، هل هيكوندكت الكتريستي لايدك؟ لا. فعلشان كده ال H2O تعالوا كده نشوف هتدينا قد ايه. هنسمي طبعا هنا الكي، تفتكروا كي ووتر هتبقى كي دبليو، عارفين بتيكوال ايه؟ بتيكوال 10 باور نيجاتيف 14. مش احنا كنا قايلين ان الكي دي بتيكوال البرودكت اوفر الرياكتنت كونسنتريشن، فدي بتيكوال 1 اوفر 10 باور 14، يعني الريشيو 1 اوفر حط 14 صفر كده كام؟ 12. كل 100,000 مليار جزء من الووتر في واحد بس هو اللي بيأيونايز انتو ايونز، متخيلين يا جماعة؟ يعني ما تقلقش المية مش هتكهربك. طب ليه المية بتكهرب؟ بسبب السوليبل سولتس اللي موجودة في المية العادية. المية اللي بنشربها مليانة سولتس، فيها سولتس كتير، السولتس دي بتبقى دابت واتكونت ايونز، فعلشان كده المية العادية اللي هي التاب ووتر بتكهرب، بتكوندكت الكتريستي. ولكن لما يكون عندي هنا حاجة زي كده زي الوتر اللي هنا دي البيور، لا ما تخافش مش هتكوندكت الكتريستي. وهنا يجي سؤال هثبته لك دلوقتي، ازاي البي اتش بتاعت الوتر بتيكوال 7؟ ازاي؟ تعالوا نعمل الحسابات بتاعتنا. احنا خلاص عرفنا ان الكي دبليو بتيكوال الهيدروجين ايون كونسنتريشن تايم الهيدروكسيد ايون كونسنتريشن اوفر الووتر. احنا عارفين ان الووتر تحت هنا مش بتتكتب لا هي ولا السوليد من اي اس. انا ممكن ان شاء الله باذن الله جوه الكورس اشرح لكم كل حاجه بالتفصيل، يعني لما نيجي ناخد جزء جديد في الاي 2 غالبا هديك انترودكشن خاصه بالاي اس فما تخافش، ولكن انا هنا باعتبار ان انت لسه خارج من اي اس وفاهم. اوكي بي ايكوال 10 باور نيجاتيف 14 صح؟ ده معناه، وبما ان انا دلوقتي في الووتر الريشيو بتوين الهيدروجين ايون كونسنتريشن والهيدروكسيد ايون كونسنتريشن 1 تو 1، فانا ده معناه ان الهيدروجين ايون كونسنتريشن بتيكوال الهيدروكسيد ايون كونسنتريشن. يعني ينفع يا شباب اخلي الهيدروجين ايون كونسنتريشن هنا باور 2 equal 10 باور نيجاتيف 14؟ ازاي عملت كده؟ انا شلت دي وحطيت مكانها H بلس طالما هما قد بعض، فده معناه ان ال H بلس equal هاخد بقى السكوير روت بتاع 10 باور نيجاتيف 14 يطلع عندي 10 باور نيجاتيف 7. نكمل، يعني الهيدروجين ايون كونسنتريشن equal 10 باور نيجاتيف 7. فلما اجي اخد البي، ودي عباره عن ماثيماتيكال ايكويشن بتيكوال ايه البي دي؟ نيجاتيف لوج. ماشي، البي اتش هنا او البي اتش هي عباره عن البي بتاع الهيدروجين ايون كونسنتريشن اللي بيكوال نيجاتيف لوج الهيدروجين ايون كونسنتريشن، يعني البي اتش هتيكوال نيجاتيف لوج 10 باور نيجاتيف 7. احسبها كده على الكالكوليتر،
هيطلع كام؟ 7. وده السر ان المية البي اتش بتاعتها ب7. صعبة المحاضرة ريكوردد، المفروض اخد منك فيدباك ان انت فهمت الجزء ده ولا نعيد. بس تعالوا كده نرجع تاني بسرعة. انا الووتر عرفنا ان الكي سي بتاعتها قليلة، الكي سي بتاعتها سميناها ايه؟ كي دبليو، سولوبيليتي برودكت اوف ووتر، او قد ايه ايونز من الووتر دابت واتفكت. لقينا النسبة كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة خالص، كل 10 باور 14 بارت من الووتر واحد بس بيأيونايز، قليل قوي قوي. طيب مش كل الجزء ده اكيد اتفك الايه، الاتش بلس و او اتش نيجاتيف، يعني اكيد الكونسنتريشن اوف هيدروكسيد ايون والهيدروجين ايون قد بعض بالظبط. فعلشان كده شلت الهيدروجين الهيدروكسيد ايون وحطيت مكانه اتش بلس، طلعت الاتش بلس طلعت ب 10 باور نيجاتيف 7. حسبت البي اتش، طالما الاتش الواحده بنيجاتيف 7 بقى البي اتش ب 10 باور نيجاتيف 7. اوكي انا ما اعرفش كده هو سجل قد ايه، انا مش عايز اطول قوي. ناخد حته كمان يلا، طالما ايه علشان لو حد فاهم الجزء ده، طالما ما فيش فيدباك انا هكمل وان شاء الله جوه الكورس قولوا لي ان انتوا فهمتوه او لا. هنيجي دلوقتي على سترونج اسيد مثلا، زي مين؟ زي ال HCl. يجي لك في الامتحان سؤال 0.1 مول بر دي سي متر كيوب اوف هيدروكسيد of hydrochloric acid دلوقتي ionized في الووتر، يعني هيديني ايه؟ H بلس و Cl نيجاتيف. ده strong electrolyte ولا weak؟ ده strong acid ولا weak؟ strong، فخلاص مش هيبقى عندي 0.1، ده هيتفك ال 0.1 و 0.1 وده خلاص بقى زيرو. ومن هنا بعرف ان ال concentration of hydrogen ion ب 0.1، ومن هنا ال pH equal negative log ال 0.1. شوفوها كده بكام، ثانية اشوفها، تلاقوها طلعت ب1، وده معناه ان ال pH هنا قوي جدا صح؟ ده لما يكون عندي strong acid صح؟ ده ال strong acid اللي خلاه كده completely ionized. سؤال كان بيجي لي، يجي حد يقول لي ازاي ال HCl ال 0.1 اتفكت ل 2 0.1؟ هقول لك تخيل دلوقتي ان انت عندك 100 مثلا شوز او حاجة، 100 فردة يمين و100 فردة شمال، لما يتفكوا ويبعدوا عن بعض مش هيدوني 100 فردة يمين و100 فردة شمال، 100 H بلس و100 سي ال نيجاتيف، هنا H وهنا سي ال صح؟ ده هنا كانت، ده كان سؤال. سؤال تاني مثلا كان يجي لي على ال على الويك اسيد. ويك اسيد زي مين؟ زي ايثانويك اسيد. تعال نشوف كده، واحد زي ده الايثانويك اسيد، هل انا لو معايا 0.1 في الاول خالص، هو لسه ده هنا في الانيشيال او في الانيشيشن في الاول قبل الديسولفينج كان ده لسه بزيرو وده كان لسه بزيرو، فهو ايونايزد. يعني ايه ايونايزد؟ يعني خلاص ابتدى يدوب منه الحتة الصغيرة. فين الحتة الصغيرة دي؟ تعالوا نفتكر الحتة الصغيرة دي، جزء صغير جدا منه، هنسميه ايه؟ هنسميه اكس. الاكس ده زاد الناحية التانية بنفس الريشيو، سوري انا عامل هنا غلطة، هتبقى CH3 بلس ال H بلس. طبعا هنا ماشي،
بعد ما انا هنا زودت الاكس اللي هو الجزء الديسوسييتد ده في الاخر، ده هنا التشينج اللي حصل علشان الاكوليبريم. حالة الاكوليبريم بقى بعد ما اتشال منه الاكس ده هيكون 0.1 نيجاتيف اكس، وهنا هيكون اكس، وده كمية بتاعة الاتش بلس هتكون اكس اللي هي الجزء اللي اتفك. فلما اجي اجيب ال Ka هي equal ال CH3COO negative concentration وال hydrogen ion concentration over ال CH3COOH. ال Ka ده بيكون given صح؟ يعني انا هنا دايما بيكون عندك الكي ايه ده هيجيبه لك في الامتحان، ده جزء من يعني ده نوع من الاسئله. انا هدي الاكزامبل ده وبس. فتعالوا كده نكتب of ماشي of acetic acid طالع 1.8 تايم 10 باور نيجاتيف 5. طيب مش الجزء ده زي الجزء ده الريشيو 1 تو 1، فينفع اقول عليه هيدروجين ايون باور 2. ومثلا والكونسنتريشن اللي كان موجود عندي هنا كان 0.1 مول بير ديسيمتر كيوب. من هنا الهيدروجين ايون باور 2 هي ايكوال ال 0.1 تايم 10 تايم، لا هنضربه بقى في الرقم ده كده تايم 1.8 تايم 10 باور نيجاتيف 5. هناخد نفس الحاجة كده، عايز دلوقتي انا الهيدروجين ايون هيكون هو هو، ولكن الهيدروجين ايون هيكون سكوير روت للرقم ده. بعد كده ال pH بلس هيكون نيجاتيف لوج الانسر ويطلع معاك البي اتش. هيطلع معاك 1 ولا اي كده يطلع 3 4 يطلع رقم بقى ايه للويك اسيد. بس انا هنا مش شغالين على مسائل حقيقيه، انا بس هنا حبيت اوريك الفرق ما بين لما اجيب سترونج اسيد بجيبه على طول لان هو خلاص اختفى، وما بين الويك اسيد اللي جزء منه بس هو اللي هيايونايز. واشتغلت على السؤال عادي، كتبت ال Ka اللي هو ال K equilibrium constant for dissociation reaction of weak acid اللي هو الإيثانويك acid. اوكي، وبعد كده جبت الهيدروجين ايون، ومن الهيدروجين ايون جبت ال pH في الاخر. ال B هيدروجين ايون ده اللي هو ال pH، واللي اكيد هيطلع في الاخر مثلا 4 او 4.5 اللي هو weak. خلاص ده كان جزء سريع. اتنقلت هنا من O level ل AS ل A2، تعمقنا بقى شوية وشفنا ازاي المسائل مشيت. وهو ده الفكرة يا جماعة، ان انت في O level بتاخد يعني قشور الموضوع سكراتشز بسيطة جدا عن الكيمستري، بتيجي تخش بعد كده في A2 بيبتدي يفرع الكيمستري فيزيكال كيمستري inorganic organic analytical chemistry، بعدين بيبدأ يمسك أجزاء صغيرة جوه كل موضوع ويتعمق فيها زي ما عمل في الفيزيكال كيمستري. درست انت الريت؟ لا، هبتدي أديك أسئلة على الريت ومسائل. ده خدت الإكوليبريم، نبتدي ناخد نوع اللي هو أسيد بيز إكوليبريم، والناس بتوع كامبريدج هيتعمقوا أكتر وهيعرفوا إن في أنواع أكتر، وياخدوا بارتيتيشن كوفيشنت، هياخدوا بقى أجزاء تانية وأنواع تانية وكل حاجة وليها أسئلتها. في الأسيد بيز إيكوليبريم مثلا هناخد إزاي الأسئلة المسائل اللي بتحصل ما بين ويك أسيد وويك بيز، إزاي التيتريشن وهو بيحصل بتتغير فيه الأرقام، وإزاي بنوصل للإكويفالنت بوينت. هناخد حاجة اسمها البفر والمسائل بتاعته برضو مهمة جدا. فالجزء الشرح في إيه ليفل يعني زي ما انت يعني زي ما الطلب مني قال احنا عايزين جزء شرح خاص بإي 2، لا لازم يبقى الطلبة موجودين معايا، لازم اخد منك فيدباك انك فاهم ولا لا. ما ينفعش اقدم لك شوية زي دول كده واقول لك انت فهمت ولا لا، لازم تبقى قاعد معايا علشان نعرف نطور الموضوع ولا لا. ده كان الجزء الشرح،
في جزء تاني انا هكلمك فيه عن الكورس وتقسيماته والبلان بتاعت الكورس بتاعتنا ماشية ازاي.